السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير عليكم يا أحلى وأجمل متابعين بالدنيا. قبل لا أبدأ بالقصة مال اليوم، اذكروا لي الله يا جماعة الخير وصلوا لي على الحبيب المصطفى، ويلا نبدي بقصتنا اليوم. اسمي عبد العزيز وحاب أحكي لكم قصتي، لكن قبل ما أحكي القصة حاب أذكركم على تنويه صغير فقط. أني مجرد راوي للقصص، يا أما تجيني قصص على أنستي وطويلة، وأنا أحب القصص الطويلة اللي تعبر 20 دقيقة تصويرها، يا أما أدور بالمواقع وأعرف شلون أنتقي القصة وأعرف شلون أسردها لكم في سبيل تنال إعجابكم. فماري الشخص يكتب لي، هسه احنا ما عرفناك، أنت تشتغل بالكهرباء ولا أنت تشتغل ما أعرف وين؟ أخوي العزيز، أنا مجرد راوي للقصص، واحتمال هاي راح أقص لك إياها وأصعدها بين فيديو وفيديو يومية على شكل فيديو قصير، على مود تفتهم انه هاي القصص ما صايرة وياي، لان اي بشر بالحياة ما تصير وياه هلقة قصص. يمكن هسه راح يصير عندي 170 فيديو و180 فيديو، يعني معقولة هاي القصص كلها صارت وياي؟ يعني اليوم شخص لقيته مستهزئ بالكلام، يقول لي انت الوحيد يروح يركضن وراك الجنيات ما اعرف شنو، وهو من المتابعين لي ويعرفني ويعلق لي اول باول ويدخل فيديوهاتي اول بأول، فليش هذا الإحباط؟ ما أدري. المهم طولت عليكم، وأنا ما أحب أخلي أي مقدمة بالفيديو، لكن جبرت إنه أتكلم على هذا الموضوع. وهسه بهاي القصة أنا راح آخذ دور الشخص اللي صارت وياه القصة. اسمي عبد العزيز، وقررت أطلع للبر ورحلة صيد أنا وأصدقائي اللي عددهم 5، وهاي الرحلة كنا إحنا مجهزيلها قبل أيام، يعني أخذنا عدة غراض، والمكان اللي رحنا له شخص دلانا بيه، وهذا المكان يعني يمه جبال عالية، مو عالية جدا لكن هاي الجبال مهيئة للصيد، ويقول انه هي بيها حمام وبيها اشكال الحيوانات اللي تقدر انت تصيدها. وبحكم انه انا كنت محب جدا للصيد، قلت لأصدقائي على المكان، بمكان ما نروح نكشت، بمكان عادي نروح نكشت، بمكان منها نصيد ومنها نظل قاعدين بيه. وقررنا انه نقضي عدة ايام، واخذنا غراض كاملة لهاي الرحلة، وكان هذا الجبل او هذا المكان اللي راح نروح نكشت بيه ونصيد بيه يبعد عن مركز المدينة تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات. فاحنا بعد ما جهزنا الغراض اتوجهنا مباشرة، وطلعنا تقريبا الساعة ب12 بذاك الوقت، وما وصلنا لهناك يمكن الساعة ب3 او ب2:30 ما اتذكر بالضبط. ولما وصلنا المكان اتفاجئوا بيه الاصدقاء، وقالوا صدق هذا المكان راحة نفسية، كان الهدوء تام والجبل عليه عشب اخضر. فقررنا انه احنا ننصب الخيمة مالتنا ومباشرة نروح للصيد في سبيل لا تظلم الدنيا وما نقدر نصيد اي حاجة. وبعد ما نصبنا الخيمة وحطينا غراضنا تركنا السيارات بمكان ورحنا بسيارتين، وبذاك الوقت طلعنا على الجبل وتفرقنا، حتى اللي كان ويانا ما يعرف يصيد انطيناه سلاح وظلنا نفتر على الجبل، وبعدها ما حصلنا اي شي ينصاد بذاك اليوم لحد المغرب تقريبا. وكانت اكو فد نبتة طالعة من الجبل، وحتى بذاك الوقت يعني كانت شوية كثيفة، حسيت انه اكو حركة وراها، وانتبهت جيد اكو حيوان لكن ما جاي اقدر اميزه. كان هذا الحيوان لونه من لون الصخور مال الجبل، كأنه متموه، وكنا احنا موزعين وماكو ولا واحد قريب علي من الاصدقاء غير بس واحد، وبيني وبينه مسافة تقريبا 5 امتار او 6، وأنا بالصيد وبالرماية جيد جدا. وبعد ما حطيت البندقية لكن ما جاي أشوفه في سبيل أضربه ضربة مباشرة، ضربت ضربة علي وما أعرف الضربة وين أجتي. المهم أول ما طلع صوت الطلقة سمعت صوت شخص صرخ، مو صوت حيوان نهائيا، الباقين ما سمعوا هذا الصوت بس أنا سمعته، والشخص اللي موجود قريب علي انتبهوا كلهم وقالوا شكوا لما شافوني اتكلم اني وهذا الشخص اللي قريب علي. قلت لهم ظاهر انا ضربت انسان وما ادري. لما رحنا للمكان ما شفنا لا اثار دم ولا شفنا الحيوان، ومنها قاموا يقولوا لي لا احتمال انت ما ضربت احد، احتمال
اجت الطلقة بأحد الصخور وطلع هذا الصوت. انتم متأكدين من سمعتوه؟ انا كنت اقسم واحلف الهم انه كان صوت بشر، والصوت هذا كان صوت انسان، وتحديدا يعني رجل او ذكر، مو صوت مرة. وهذا الشخص اللي بصفي يقول لي انا هم سمعته. المهم بعدها صارت الدنيا المغرب، فقررنا انه ننزل. نزلنا مباشرة ورحنا للخيمة مالتنا، الخيمة اللي نصبناها كبيرة وتكفينا كنا. شعلنا النار مالتنا وطلعنا اللحم اللي جايبينه وبدينا نغسله ونتبله في سبيل نسوي أكل. وبعد ما سوينا أكل تقريبا لحد الساعة 10 يلا كملنا الأكل، يعني حتى أكلنا. إنه الساعة بالعشرة كل شي تم، وكل واحد عنده سالفة قام يحكيها للثاني، وكنا متونسين ونضحك. وكان الليل جدا لطيف بذاك الوقت، لكن المكان أظلم ظلام قوي. وإحنا كنا جالسين بهذا المكان والوضعية طبيعية وماكو أي شي صار. قاموا يقولون إنه إحنا نعسنا بيهم، اللي يروح ينام وكل واحد قام يسوي شغلة. وانتو تعرفون كل شخص وطبعه بالنوم، اكو انسان مباشرة لما يمدد ينام كأنه عنده بطارية ووخرها، واكو انسان اول ما يخلي راسه على المخدة يظل يفكر ويطير النوم من عنده، وهذا النوع مثلي. واكو بيهم اللي يظل قاعد على الجوال ويقلب بيه، واكو بيهم اللي يظل يسوي فد حركات يلا ينام، يعني يتقلب يمنه ويسره. بذاك الوقت كل واحد كان ماخذ راحته، ودخلنا للخيمة. وبسبب انه شخص مشغل تليفونه وشخص ما اعرف شلون يتحرك، انا كنت ما اقدر انام بهيج اجواء. طلعت من يمهم وقلت خلي انام بجانب النار اللي كنا شاعليه، وصارت رماد. حطيت الفراش ماتي اللي هو بي يعني سحاب، دخلت بالداخل ماتي وسحبت السحاب علي، وظليت افتر يمنه ويسرى اريد انام. طبعا انا كنت اعاني من قلة النوم، ما اقدر انام بسهولة، اظل افكر. وبذاك اليوم اجاني النعاس فجأة وقدرت انام. ولما نمت حلمت حلم غريب جدا، والحلم كان بوالدتي، والحلم بشع لدرجة ما تنوصف. قعدت من هذا الحلم واني مفزوع، وظليت اتلفت بالمكان، هدوء تام واصدقائي نايمين والوضعية طبيعية وماكو اي حاجة. وبعدها قمت ودخلت للخيمة أريد أشوف منو قاعد من الأصدقاء، ودخلت في جو ولقيتهم كلهم نايمين، وكان بيهم واحد يشخر وصوته جدا عالي. لما شفت الوضعية هيج قلت الخيمة ما توالمني، خلي أطلع وأروح للسيارة. كانت عندنا خيمة ثانية صغيرة يعني مال شخص واحد، وهاي جايبيها إحنا للاحتياط، وهاي الخيمة أصلا هي يعني مال ديواني أشيلها بكل مكان. نزلت الخيمة وفتحتها في سبيل أدخل بيها، لأن الجو شوية برد، واللي يروحون للصحراء يعرفون إنه الجو بالليل يبرد شوية. دخلت بداخل هاي الخيمة وقعدت، قعدت شوية وبعدها مددت بالخيمة. وأنا ممدد بالخيمة سمعت صوت كأنه أكو شخص جاي يفتر يم الخيمة. كنت أركز وأسمع الصوت بكل وضوح، وبعدها الصوت زاد كأنه اكو شخص جاي يركض داير ما داير الخيمة، وكانت الخيمة مسدودة علي. اول ما فتحتها سمعت الصوت انه صاير من ورا الخيمة، وبعدها الصوت بدأ يختفي تدريجيا. طلعت باوعت بالمكان وما لقيت احد. وهنا ورا شوية النوب عرفت انه صار وقت الصلاة، قعدت اصدقائي وقلت لهم خلنا نصلي. وصلينا وبيهم طبعا يقعدون شوية بصعوبة، واول ما صلينا وكملنا بدأ الفجر يطلع والنهار يطلع علينا. وأول ما طلع علينا النهار قلت لهم خلي نصعد فوق على الجبل نفطر هناك، وبعدها نصيد ونظل نصيد لحد ما يصير الظهر وننزل. وصدق صعدنا وما لقينا أي شيء نصيده، سبحان الله. صارت الدنيا الظهر ونزلنا وسوينا أكل، وكانت الوضعية جدا طبيعية وحلوة. وبعد ما لمينا الأكل والغراض اللي عفناها وشلناها البقايا شمرناها لمكان بعيد علينا، اجت سيارة من بعيد، وهاي السيارة مبينة يعني مجهزة هم للبر. وصل ليمنا وسلم علينا هذا الرجل، وشاف الغراض مالتنا وعرف انه احنا ما جايين ساعة وساعتين من شكل الغراض اللي كنا منزليهن بالارض، والخيمة حتى الناصبيها الكبيرة. فبدأ يسلم علينا
ويقول صدتوا وما صدتوا من هذا الأمور؟ قال هذا المكان غني جدا بالصيد، قلنا له كل شيء ما صدنا ورب العالمين ما رزقنا. قال الصيد أرزاق من رب العالمين، بس أنتوا خما تباتون بهذا المكان. قلنا له إيه، إحنا بتنا الليلة اللي فاتت. قال هذا المكان ما ينبات به نهائيا، لأن هذا الجبل اللي جاي تشوفونه قدامكم هذا الجبل مشهور من سكان، وقال بسم الله الرحمن الرحيم، يقصد أنه سكان هذا الجبل من الجن. فقلنا له البارحة احنا بتنا وماكو اي شيء. قال انا حبيت انصحكم وانتو بكيفكم بعد، بس انا نصيحتي لكم انه انتو لا تباتون ليلة بعد هنا، لان هذا الجبل مسكون بالجن ومعروف جدا. وبعدها تركنا وراح، ولما تركنا وراح انا تذكرت الموقف اللي صار بي البارحة وصوت الخطوات هاي. سألت اصدقائي وقلت لهم انتو البارحة بيكم شخص اجى افتر داير ما داير الخيمة، كلهم استغربوا وظلوا يناظرون بي ويضحكون. قالوا لي انت سمعت هذا الشخص قال جن وما جن، وهسه انت تريد تخوفنا؟ لا احنا نايمين وما ندري. ظليت اجزم لهم واحلف واقسم بنفس الوقت واقول لهم انا البارحة سمعت صوت. قالوا خلاص اذا اكو صوت واكو جن هي هاي لعبتنا، احنا نكيف نشوفهم او نتكلم وياهم. وبعدها شوية شوية تبدل الموضوع وظلينا قاعدين ونسولف، وما رجعنا مرة ثانية للجبل. وصارت دنيا الليل، ولما صارت دنيا الليل واحنا جاي نجهز بالاكل مالنا انتبهنا انه اكو احد موجود على الجبل، ومو واحد، كانوا اشخاص موجودين على الجبل، وكانت بيدهم يعني مثل الاضوية او شي جاي نشوف اكو حركة. وعرفنا انه اكو ناس صاعدين على الجبل بهذا الوقت. كل الأصدقاء قالوا خلاص خلينا نتحرك ونشوفهم، وأخذنا السلاح اللي عندنا مال الصيد وطلعنا على الجبل. وإحنا صعدنا على الجبال هذني يعني السلسلة، هذول الأشخاص اختفوا وما عرف وين راحوا، أو بالأحرى لما نتقربنا ما عرف وين راحوا. وكانت الجبال بصخور حادة جدا، صعدنا ودورنا عليهم ودنيا الليل لكن ما شفناهم. وإحنا على الجبل كنا نشوف السيارات مالتنا، وكنا نشوف الخيمة وحتى النار اللي شاعليها. حسينا انه اكو شخص موجود قريب يم السيارة، وعرفنا انه اكو اشخاص واكيد راح يسرقون الغراض. بدينا نصيح عليهم وننادي من بعيد، لكن ما عرف وين جاي يختفون او يظهرون ويختفون. نزلنا نركض عليهم، ولما وصلنا لهناك لقينا الأكل ما موجود بمكانه، وين راح ما حد يعرف. وظلينا واحد يتلفت علاخ، وبعدها قمنا نضحك بضحك هستيري وقلنا الجن اجوا واخذوا الأكل مالتنا. وظلينا نبحث بالمكان لكن ماكو وجود لأي آثار مال أقدام غير بس آثار أقدامنا احنا. وبعدها قمنا نضحك ونصيح ونقول إذا اكو جن بهذا المكان ويريدون أكل راح نطبخ لكم مرة ثانية تعالوا. واحنا جايين نسولف ونضحك ونتمسخر انضربت علينا احجارة واجت باحد السيارات. كنا سكتنا وعم الهدوء بالمكان، وجت حجارة ثانية بعدها. واحد من اصدقائي قال خلينا نطلع ونعوف المكان، الوضعية مو مال مزاح ومال شقة، جاي يشوفون الاشياء اللي تصير وخاف يجون ويأذونا. بعدها صار بيناتنا اختلاف وقررنا انه نجلس بس ليلة وحدة، وهي هاي الليلة، وبعدها نغادر المكان ونطلع. وبالليل لما نتأخر الوقت بين عليهم الرعب والخوف، وانا كنت ما خايف نهائيا. فقالوا لي خلي ننام كنا بخيمة وحدة. قلت له ماني ما انام وياكم، لان انتو بيكم يشوخرون وصوتكم عالي واني ما اقدر انام نهائيا، وتعرفون بي يعني نومي خفيف. المهم بعدها انا اخذت الخيمة مالتي وهم راحوا للخيمة الكبيرة، وكنت بصفهم لزق يعني قريب جدا عليهم، مو مثل الليلة اللي فاتت كنت شوية ابعد عنهم. فنمت بهذا المكان وانا جاي اقلب بالتليفون مالتي، وكنت حتى اسمع صوت حكيهم، وشوية شوية بدا الصوت يختفي وعم الهدوء بالمكان. اريد انام ما اقدر ابدا. بعدها سمعت اكو حركة قريبة يم النار اللي عفناها مشعولة وصايرة جمر. انتبهت زين صوت ما شخص موجود وجاي يمشي على الرمال. طلعت لقيت رجل كبير بالعمر، وكان واقف وحتى كان شايل بإيده
عصا أو عوجية أو أي شي ثاني اللي هو يتوكع عليه، مو أعرف شو يسموه أنتو. كان يناظر بيه ومبتسم ووجهه طبيعي جدا، فبدأ يتكلم وياي ويقول لي أنتو شعدكم هنانة وأنتو شجابكم؟ رديت أنا وسألته قلت له أنت شعندك هنانة وشجابك بهذا الليل منقطع حتى سيارة ما عندك؟ قال لي أنا عندي أغنام وأني الخيمة مالتي قريبة من هنا. بدأ يتكلم وياي، وبعدها اجيت ووقفت يمه ونسولف انا وياه، ناخذ ونعطي بالكلام، والرجال هذا الشايب جاي يسولف وياي، وانا كان ظهري على ذن الجبال وهو صاير قدامي. بعدها وانا جاي يسولف وياه قام من مكانه وقال لي خلاص انا ذولاك ولدي راح اروح عليهم. التفتت ورايا قلت له وينهم؟ قال لي ذولاك موجودين على الجبل، انتبهت نفس الاضوية اللي شفتهن اول مرة. قلت له ولدك شعدهم بهذا الوقت المتأخر هناك؟ قال احنا متعودين على هاي المنطقة وهم يصعدون ويصيدون بالليل. لما سمعت انه هم يصعدون ويصيدون فرحت جدا وقلت له اني راح اروح. قال لي وين تروح؟ انت ظل هنا. بعدها قال لي لا خلاص اذا تريد يلا امشي وياي. طبعا ردت ادخل واخذ احد البنادق اللي موجودة بالخيمة، قال لي لا تاخذ وياك سلاح، ولدي ما يقبلون واحد يصيد غيرهم بهذا المكان وخاصة بالليل. ما اعرف اللي اجاني بذاك الوقت الشعور انه حبيت بس اطلع واستكشف المكان وياه بالليل. الغريب بالامر كان صوتنا عالي ونتكلم بصوت عالي، اصدقائي ليش ما قعدوا؟ ما اعرف. بعدها طلعت اني وياه، طلعت اني وياه وظلينا نتمشى ورحنا على هذا الجبل وصعدنا. اللي فاجئني بالامر انه هذا الرجال الكبير بالعمر والشايب اللي كان يتوكي على عصا لما وصلنا الجبل ما اعرف اللي اجته الطاقة منين قام يقدر يصعد بكل سهولة، وصعدنا انا وياه. وبعد هذول الشباب او ذول اللي قال عليهم ولدي اختفوا وما جاي اشوفهم. بعدها واحنا جاي نمشي شفنا واحد قاعد وما اعرف ايش كان يسوي، كان منزل راسه وشعره طويل ونازل يعني على اذانه وشكله غريب جدا. طبعا لما شفناه ما رفع راسه وما باع علينا وقال لي استمر هذا ابني وانطوائي وما يسولف ويا اي احد، امشي خليك مستمر. وكنت انا امشي واتقدم وهو كان ورايا، انا سابقة بخطوة واحدة. مرة واحدة شعرت بشعور غريب جدا وخوف وقشعريرة بجسمي وبرودة مفاجئة. لما حسيت هيج خفت وكأنه اني كان فتشي مسيطر علي. تفاجأت انه انا اصلا واصل هلقد بالجبل لكن بعدني يعني بوعي، فقررت ارجع وقلت له انا راح ارجع. واول ما التفتت عليه وكان واقف قدامي قال لي وين تريد تروح؟ ارد اعرفك على ابني الثاني. لما قال لي هيك هذا الرجل انا تفاجأت من كلامه وقلت له لا انا خلاص ارد ارجع يا اصدقائي، خاف يقعدون ويظلون يدورون علي وانت تعرف هذا المكان ما بي شبكة. وانا جاي اتكلم وياه هنا عرفت انه هذا الشخص مو انسان عادي، هذا من الجن، لأن هو جاي يتكلم وياي. عيونه اللي كانت طبيعية قلبت مرة واحدة بسرعة صارت على أبيض ورجعت مرة ثانية. لما شفته هيجي قلبه قام يدق سريع وخفت من عنده، ويمكن شك بيه أنه أنا كشفت أمره. قال لي استمر بالمشي وصرخ بيه صوت عالي. بذيك الساعة لما صرخ بيه بهذا الصوت العالي ارتعبت وقلبي قام يدق سريع جدا وشعر جسمي كله وقف، واستمريت بالمشي وكنت يعني اسوي نفسي انه انا ما كشفت امره انه هو من الجن. وبعد ما وصلنا مكان شفت واحد قاعد، وهذا الشخص اللي كان قاعد كانه ايده مضروبه او مكسوره لان كانت يعني ملتفه عكس، يعني هذا اللي يصير هنا كان صاير شكله لي قدام ومبين انه ايده مثل المعوقه. سالته عليه قلت له هو هذا شو يصير منك؟ قال لي هذا ابني اللي انت ضربته. لما قال لي هذا ابني اللي انت ضربته هنا انا حسيت قلبي طلع من مكانه، او حسيت انه شخص انتزع من مكانه لما قال هاي الكلمة. قال لي وجبتك لهذا المكان في سبيل يسوي بيك مثل ما انت سويت بي. من قال لي هذا الكلام قلت له انا ما ضربت احد وانا اعتذر، قمت اخربط بالكلام وما اعرف اتكلم لي كلمتين على بعض. بديت أصرخ وأصيح بكل علو صوتي في سبيل أصدقائي يسمعوني، لأن مثل ما قلت لكم كنا إحنا قريبين
على الجبل، يعني مو مسافة بعيدة. كنت أصرخ بكل على صوتي في سبيل يجون يساعدوني. هذا الرجل العجوز قام يضحك بصورة مو طبيعية، يقول لي أنت اللي ضربته وهسه جاي تصيح وتصرخ تريد أحد يجي ويساعدك. ابني بذاك الوقت لو لايحة أنت بضربة قوية كان مات. همزينة جتي بيده، وانت يمه هو راح يعرف شي يسوي بيك. لما قال هاي الكلمة الي التفتت وراي لان قمت اسمع صوت زمجرة ما اعرف شلونها وما اقدر اوصفها. التفتت على هذا الشخص كان قاعد بمكانه بس مغير القعدة اللي هو قاعدها، وكان صوته غريب جدا ما اعرف شلون الصوت ماته. واول ما رفع راسه اجا اتجاهي، ولما اجا اتجاهي ما كان يمشي عادلا، كانت اكو صخور وما حد يقدر يمشي عليها بهاي السلاسة. مشيته كان السلسة كأنه رجية ما جاي يطخ بالصخور. واللي صار بعدها اجا صدمة جدا قوية كأنه راد يوقعني من فوق، وبعدها سقطت من هاي الصخور ووقعت. ولما وقعت اغمى علي تماما، ولما اغمى علي ما حسيت الا غير ورا فترة، وما اعرف ايش قد هاي الفترة. كان راسي مضروب وايدي مضروبة شوية ومطلع دم. لما شفت هذا الشي وقفت بمكاني كنت دايخ واشعر بدوار، وكنت اباوع باتجاه الكشتة مالتنا او الخيمة والسيارات. كنت اشوف اصدقائي جاي يفترون بالمكان. ردت انادي عليهم واصرخ لكن جسمي متعوب وما اقدر، ونزلت بصعوبة شديدة وتوجهت إلهم. وبعدها اول ما شافوني من بعيد انه انا قريب عليهم اجوا يركضون علي وسالوني وقالوا شنو اللي صار بيك؟ قلت لهم ما ادري وهسه هاني تعبان. وقعت مره ثانيه، وبعدها صحيت وهم يرشون علي مي وكان الفجر طالع. سالتهم قلت لهم شنو اللي صار؟ قالوا لي احنا نريد نعرف من عندك شنو اللي صار. قمت ما اتذكر بذاك الوقت الموقف اللي صار وياي تحديدا. قمت اسولف وياهم واقول لهم اجى علي شخص واخذني صعدني على الجبل، وبعدين اقول لهم لا انا كنت هنا وما اعرف اللي صار، حلمت انا هناك. كنت اخربط بالكلام، وبعدها نهوا الكشت واخذوني وراحوا. وبذاك الوقت انا صامت طول الطريق لحد ما وصلت البيت. واول ما وصلت البيت مالتنا كان تصرفاتي غريبة جدا، ولاحظ علي البيت كله بس عبالهم انواني مريض. لما امشي يعني امشي ببطء شديد، واكل يعني ما اكل، وشنت يعني اطب للغرفة هواي، ادخل للحمام هواي، بطني توجعني هواي، بيه امور. اخذوني للدكتور لكن لما انكشف علي ما لقى بيه اي شي، وحتى الضرب اللي موجود براسي وبايدي كان صغير جدا وما يستوجب او ما يسوي بيه هذا الشي. طبعا والدي اتصل على احد اصدقائي وقال له سولف لي شنو اللي صار. قال له ما نعرف، هو اجانا ايده مضروبة وراسه وبعدها غمى عليه وقعد يخربط بالكلام ويقول اجى شخص اخذني وصعدني على الجبل، وبعدها يقول لا انا حلمت وما افتهمنا من عنده اي حاجة. طبعا بذاك الوقت اخذني والدي على شخص وبدأ يقرأ عليه قرآن ويرقيني، والحمد لله والشكر انه والدي كان يعرف هذا الشخص من زمان، وهذا الشخص راقي شرعي ومعروف جدا على مستوى المنطقة مالته أو المحافظة. فمن قام يقرأ علي قرآن اتضح أنه أنا عندي مس من الجن، والجن اللي كان بداخلي هو نفسه اللي ضربته اتلبس بيه وبمكان ما يقتلني حب ينهي حياتي على طريقته هو. وبصعوبة شديدة يلا طلعوه من عندي. وبعد ما تخلصت من عنده تذكرت الأحداث كلها اللي سمعتوها بالقصة، تذكرتها حرفيا وما أنسى من عدها أي شيء. وهذا الكلام مر علي تقريبا 8 سنين لكن أني عشتها حرفيا، وهذا اللي صار وياي بذاك الوقت. ولهنا وتنتهي قصتنا اليوم. إذا عجبتكم ادعموني بلايك، اشتركولي بالقناة، فعلوا لي زر الجرس، وانتظروني غدا بقصة جديدة إن شاء الله.